معبر باب سبتة المحتلة تحديدا من الجانب المغربي من جانب مدينة الفنيدق. هذا المعبر يشهد في الأثناء حالة استنفار أمني قصوى من طرف جميع السلطات المغربية المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية. حالة الاستنفار هاته جاءت تجاوبا أو في محاولة للتصدي لمحاولة الهجرة الجماعية المحتملة والتي تم الترويج لها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت دعوة الشباب المغاربة والمهاجرين الراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى إلى العبور إلى سبتة من هذا المكان. هذه التعبئة همت منطقة الفنيدق الحدودية وأيضا همت جميع مداخل هذه المنطقة سواء الطرقية أيضا في الغابات التي عادة ما يلجأ إليها المهاجرون غير النظاميون خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء للاختباء وانتظار الفرصة المناسبة من أجل اجتياز أو العبور إلى سبتة. عمليات التمشيط أسفرت إلى حدود هذه اللحظة عن توقيف العشرات من المهاجرين أو من الأشخاص الذين حاولوا الانخراط في هذه الحملة. يتم بعد إيقافهم أو توقيفهم يتم جلبهم إلى هذه النقطة عبر الحافلات ومن ثم نقلهم إلى المدن التي قدموا منها. أغلب الأشخاص الذين تم توقيفهم بحسب ما عينا في هذه الليلة التي هي يمكن تسميتها بالليلة البيضاء هم من الأطفال القاصرين وأيضا من أفارقة جنوب الصحراء الذين أيضا كما ذكرنا يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى ويعتبرون المغرب بلد عبور نحو أوروبا.